طوال فترة ما بعد الاستقلال كانت الدول العربية والنخب فيها تسعى للحاق بالغرب، وخصوصاً الأفكار الرئيسية التي بنيت عليها أنظمة الحكم في العالم الغربي، مثل تداول السلطة وفصل السلطات التشريعية عن التنفيذية، وطبعاً استقلالية القضاء ودور البرلمان المنتخب في الرقابة على الحكومات. والأهم من كل هذا أن تبقى الدولة هي الحكم ما بين المصالح المتناقضة، وأن لا يتركز المال والسلطة في جهة واحدة. ولكن الغرب يشهد رويداً حالة استغناء عن معظم هذه الأفكار التي شكلت نظمها السياسية والاجتماعية. فماذا يحدث في الغرب؟ وهل هو الغرب الذي نعرفه؟ وهل تتغير أنظمته السياسية لتصبح شبيهة بأنظمة العالم العربي؟ وماذا سيفعل العرب بعد أن بات العالم يشبههم ولم يعد هنالك داع ليلتحقوا به؟ نتابع. الأخبار حول حالات فساد بين السياسيين ربما لن نسمعها قريبا، ليس لأن العالم بات نزيها أكثر أو هي صحوة ضمير على الصعيد العالمي، بل ببساطة قريبا لن يكون عالم الأعمال مهتما برشوة السياسيين. لقد بات عالم الأعمال في السلطة متجاوزا هوة سحيقة كانت من الكبائر في الغرب، وهي أن لا يجتمع المال والسلطة في جهة واحدة. الرئيس الأمريكي المنتخب لا يستخدم طائرة الرئاسة الأمريكية لأنه ببساطة يمتلك طائرة أفخم منها، وزوجته ليست متحمسة لدخول البيت الأبيض لأنها لا ترغب بتقديم تنازلات في مستوى معيشتها. ابنة الرئيس التي لا تمتلك أي منصب رسمي تحضر الاجتماعات مع والدها وتشارك في اتخاذ القرار، أما صهر الرئيس فهو ينتقي الوزراء ويتوسط في مهمات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب الذي لم يدفع الضرائب حسب التقارير على مدى 20 سنة يقوم بتعيين بناته وصهره في البيت الأبيض. هذه القصة لو حدثت قبل 20 عاما لأثارت ضجة كبيرة، ولكنها الآن تمر وكأن شيئا لم يكن. والأفضل من ذلك أن ما يحدث في زعيمة العالم الغربي عادة ما يتحول إلى برنامج عمل لكل الدول الغربية. خارج الولايات المتحدة يحدث ذلك أيضا منذ الآن. هناك أحد أفراد النخبة المالية قادم إلى السلطة في فرنسا، هو فرانسوا فيون قبل قصر الإليزي. يعيش الآن في قصر تاريخي يعود للقرن الثاني عشر غربي فرنسا، ويقود أفخم السيارات الكلاسيكية. والبرنامج السياسي الذي يأتي به هو عدم المس بطبقة الأعمال وتحميل المشكلات للأقل حظا. في روسيا حدث ولا حرج، القيصر بوتين بات يعيش في قصر ربما كان يحلم به القياصرة قبل أن تطيح بهم الثورة الشيوعية ومظاهر التقشف زمن الشيوعية ماتت معها. في منطقتنا السلطان التركي يسير بالبلاد نحو مزيد من السياسة العائلية، أبناء عائلته لديهم مصالح اقتصادية، والصهر يظهر بعد الانقلاب وهو يعطي أوامر لمسؤولي الدولة. في إسرائيل يتحول بنيامين نتنياهو إلى ملك متوج مع زوجته سارة التي توافق أو ترفض التعيينات الوزارية. لا حاجة بعد اليوم للفساد، ليس هناك مزيد من مغلفات الدولارات ولا رحلات سياحية إلى جزيرة يمتلكها ملياردير. لقد أصبح الملياردير هو الرئيس. العالم أصبح عربيا أكثر. لقد تحققت نبوءة الأغنية الشهيرة، الأرض بدأت تتكلم عربي. الأرض تتكلم عربي، الأرض الأرض. مباشرة إلى لندن ينضم إلينا من هناك الدكتور فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن. دكتور فواز مساء الخير وأهلا بك معنا في آخر الأسبوع. دكتور، برأيك هل يعني بتنا نشاهد ظواهر العالم السياسية العربية بدأت تنتقل إلى العالم الغربي، وبات العالم الغربي يشبهنا أكثر؟
يعني أولا العلاقة بين الثروة والسلطة علاقة تاريخية كما تعلمين. نعم. هذه ليست يعني نتيجة اليوم. تاريخيا هناك علاقة عضوية بين الثروة والسلطة كانت بطريقة غير مباشرة أو غير مباشرة. النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما يحدث بالغرب الحقيقة خطير للغاية. يعني هناك بالفعل أزمة أو أزمات بنيوية تعاني منها المجتمعات الغربية، صعود حركات الشعبوية القومية الفجة، التزاوج بين السلطة والثروة في صور قبيحة للغاية، عدم الفصل بين رجال الأعمال وقضية الحوكمة، ظهور يعني القوميات وصراع الهويات المحلية، ولا يخشى العديد من المراقبين والفلاسفة الغربيين عودة الفاشية، ليس فقط عودة الشعبوية بهذه الصورة الفجة التي نراها في الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي فرنسا وأيضا في ألمانيا والنمسا والسويد، ولكن الحقيقة خطورة عودة الفاشية تحت مسميات ووجوه أخرى. إذن المسألة ليست فقط مسألة ثروة وسلطة، المسألة أكثر تعقيدا وأكثر خطورة، والعديد يتخوف الحقيقة من تداعيات هذه الظاهرة على الديمقراطية، لأن الديمقراطية مؤسسة الديمقراطية بالفعل هي هشة للغاية بعدما شهدنا في صعود دونالد ترامب وهو يمثل قمة الشعبوية والقومية الفجة في الغرب. نعم، يعني دكتور، أسس الديمقراطية والأسس التي تشكلت عليها الدول الغربية وتحديدا بعد الحرب العالمية الثانية هي التي طبعت يعني معالم سياسات هذه الدول، ودائما هي كانت مثل بالنسبة للدول العربية، تحاول دائما والنخب دائما يحاولون أن ينظرون لتبني مثل هذه النماذج في الديمقراطية وفصل السلطات وإلى ما هنالك. الآن بات العالم كما يعني ذكرنا قبل قليل يشبه العالم العربي بكل تفاصيله، يعني العالم طبعا نتحدث عن عالم السياسة والاقتصاد. ما سبب هذه الظواهر دكتور برأيك؟ لماذا وصلنا إلى هنا؟ يعني أولا للمشاهد العربي، ليس فقط العالم العربي الذي كان يحاول في عشرينات وثلاثينات وأربعينات القرن الماضي أن يقلد قضية الديمقراطية، المؤسسة الديمقراطية، معظم العالم، كانت الهند ولا كانت أفريقيا ولا أمريكا اللاتينية. يعني الديمقراطية كانت نوع من الاحتفالية، من الفلسفة، من الرؤية. الآن ما يحدث في الغرب الحقيقة، يعني ما يحدث للمشاهد العربي، ما يحدث في الدول الغربية هو يهدد منظومة القيم الديمقراطية والليبرالية. الديمقراطية الغربية كما نعرفها، يعني إذا بنحدد للمشاهد العربي الديمقراطية، مجتمع المتعدد الثقافات، المجتمع يعني المتعدد الأثنيات والعروق، المجتمع المتسامح. ما يحدث الآن مع ظهور الشعبوية والقومية الفجة هو تهديد لهذه المنظومة، منظومة القيم. النقطة الأولى. النقطة الثانية، سألتيني عن هذه الأسباب، عدة أسباب. يعني العولمة هي سبب مهم، تراكم الثروات في أيدي قليلة للغاية، تهميش عشرات الملايين من الطبقة الوسطى والفقيرة، ثورة المعلومات والتي أدت، يعني العديد من الغربيين يعرفوا تماما طبيعة وتداعيات العولمة والثورة المعلوماتية، كل هذه الأمور أدت الحقيقة إلى خوف من قبل شرائح كبيرة على مستقبلها الاقتصادي، خوف على أن مجتمعاتها مهددة من الآخر، الآخر اللي كان الأوروبي الشرقي أو الآخر اللاتيني في أمريكا أو الآخر العربي من المغرب في فرنسا. ومن هنا ظهور هذا التيار الشعبوي الذي يستخدمه رجال الأعمال، يستغله لإرسال رسائل إلى الشريحة البيضاء من الطبقة الوسطى أن الآخر يهدد الهوية الغربية، أن الآخر يهدد يعني كل ما يحدث في الدول الغربية. ومن هنا يعني تصوري المعضلة الفارق والمحزنة، أن دونالد ترامب الذي يملك مليارات من الدولارات، الذين صوتوا له كانوا ملايين من الكادحين والطبقة العاملة والطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى. يعني كيف يعقل أن رجلا كهذا استغل الفقراء كل حياته ليجمع هذه الثروة الطائلة، تصوت له الشرائح الوسطى
وما تحت الوسطى، وهذا يدل على الأزمة دكتور. البنيوية، الأزمة الثقافية، أزمة الهويات التي تعصف بالمجتمعات الغربية. ويبدو أن فرانسوا فيون في فرنسا أيضا على خطى ترامب. دكتور فواز، بعد أن بات العالم الغربي يشبه بملامحه العالم العربي بعد الظواهر التي رأيناها، ظاهرة ترامب، أيضا بوتين، وحتى في يعني تركيا ظاهرة أردوغان، هل سنشهد تغيير بالأنظمة السياسية العربية؟ يعني هنالك من يقول بأنه بعد ما فقدنا ما بين قوسين أو بين قوسين مثلنا الأعلى، الآن ماذا سيحدث لنا كأنظمة عربية برأيك؟ يعني أنا برأيي، وأنا من الذين كتبوا عن هذه الظاهرة، أنا لا أتخوف فقط عن قضية طبيعة النظام الدولي، أنا أتخوف على الدولة الوطنية. أنا أتخوف أننا نمر بمرحلة من أخطر مراحلنا الآن. الخوف هو على النسيج الاجتماعي، حرائق متنقلة، حروب أهلية، نحن نفترس بعضنا البعض. اليوم لا نتحدث عن الديمقراطية، نحن نتحدث عن عشرات الملايين من اللاجئين في العالم العربي. أنت عندك يعني 6 ملايين لاجئ سوري، عندك 3 ملايين لاجئ ونازح عراقي. مزبوط. يعني ومن هنا الآن يعني المسألة أخطر بكثير. ما يحدث في العالم العربي الحقيقة يهدد النسيج الاجتماعي وليس فقط النظام السياسي. ومن هنا يعني التداعيات، ما يحدث في الغرب هو مهم جدا، لأن الغرب ليس مهتما بنا. يعني دونالد ترامب لا ينظر إلى الصراع السوري، ليس هناك شعب سوري، ينظر إلى سوريا على أنها بين داعش والنظام، هذا هو الحقيقة رؤيته. ليس هناك شعب سوري، ومن هنا دونالد ترامب سوف يتعامل مع بوتين من أجل هزيمة داعش، لأن الأسد هو الحقيقة يعني من أحسن البدائل في سوريا. ليس هناك بديلا للأسد، وهذا يدل على التداعيات السياسية التي يمكن أن تنتج عن ظهور هذه الشعبيات. ذكرت فيون في فرنسا له نفس الرؤية تبع دونالد ترامب، الألوية للإرهاب، الإرهاب، الإرهاب. أين هي الشعوب من هذا، من هذه القضية؟ ليس هناك من شعوب، فقط دكتور الشعوب هي الخاسر الأكبر. القاعدة. أنا أشكرك دكتور على هذا الحديث الممتع معك وعلى هذه المداخلة من لندن، دكتور فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا.